السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم معايا من جديد. ان شاء الله اليوم غندير لكم الدجاج مشوي في الفاخر، طريقه رائعه وممتازه. ودابا دخلنا على فصل ان شاء الله الرابع غيدخل، ما بقاش ليه بزاف. كنبغيو بحال التوشيات الغداء كيجيو ساهلين وكيجيو كنبدلو بهم مره مره، ويكان ولا شي حاجه نفرحوا مع وليداتنا، علاش لا. المهم عندي هنايا الدجاج، قبلته نقيته مزيان وشرملته بالحامض والملحه، وغسلته ونظفته مزيان، وقبضته هرسته بواحد الجنويه كبيره. هرست الدجاج مزيان، هرست عظيماته وكلشي، دكدكته مزيان باش يدخل فيه الترميله على هذا الشكل هذا. المهم كل واحد يدير الدجاج على حساب الافراد العائله ديالو، على حساب شنو شنو اللي غادي يكفيه في العائله ديالو. هاد الدجاج هذا عندي ليه شرموله بصله محكوكه رقيقه، وعندي ليه هنايا المعدنوس بكميه كبيره، عندي هنا واحد جوج فليفلات للتزيين، يعني غنديرهم تما في شويه غيتشواو مع سميتو مع الدجاج. والتوابل هي اللي مهمه، معلقه كبيره الكمون، معلقه كبيره ما عمراش بزاف ديال البزار، معلقه صغيره ديال السودانيه، معلقه كبيره تحميره، جوج معلقة ديال الزعتر، ومعلقه كبيره ديال عطريه الشاورما. اللي عنده ما عندوش يدير ورق سيدنا موسى، يدير شي حاجه المهم يعوض، ولا القزبر المطحون ولا شي حاجه. هذا هما الترميله ديالي، ما جبتش ليكم الثومه بودره، الا عندكم حتى هي زيدوها، انا غنزيدها. هادشي كامل غادي نشد هاد الزعتر، الزعتر مهم 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 بزاف، وغادي نديرو الزعتر بكميه، الزعتر كيجي بنين، ديروا منه حتى 3 معالق كبار ماشي مشكل، كيجي رائع. غادي نديرو كوزغانيو، غادي ندير مع هاد الربيع، وغادي ندير هاد البصلة، وهاد الملح، هاد الملحه غنقص منها شويه، وغادي ندير هاد العطريه كامله اللي قلت لكم، وغادي نشد هاد الشي مزيان. نديرو شويه سكينجبير، نسيت البنات ما قلت لكمش نديرو حتى سكينجبير، جيبي لي شويه سكينجبير. سكينجبير هو كيجي زوين بزاف، كيجي زوين مع الدجاج مشوي. ما غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره، درت عيني ميزاني ولكن مقياس معلقه صغيره ديال سكينجبير. البنات هاد الدجاج كيجي زوين بزاف، كيجي رائع. ما نديرو لا الزيت لا والو باش العطريه تدخل مزيان، ونحاولوا ندخلو في ديك الفخيدات اللي مهرسينهم، نحاولوا ندخلو العطريه. صافي هذا هو الشكل، كيجي بنين كيجي زوين بزاف. وغادي نخليوه واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع بحال هكا. بما وجدت ليه الفخار، وبما وجدت داكشي اللي غادي يمشي معاه، وصافي. وغادي نخليه يشرب حتى ان شاء الله نوجد ليه الترميله، ومن بعد نقدمه لكم مشوي. كيفاش غادي نديرو عادي في الفخر، غادي نديرو في شويه وغادي نشعل ليه الفخر ونشويه مزيان، ونقدمه ان شاء الله مشوي كيف ما العاده. بنات نشعلو الفخر، نعطيو شويه الوقت لواحد المره لراسنا،
ونشوي واحد الدجاج ديالنا على عافيه مهيله، ونحاول مره مره نقلبوا شويه كما العاده، ونقدموه بالصحه والراحه، نتلاقاو في الشكل النهائي. لكم البنات، بعد ما سالينا الشوه ديالنا ديال الدجاج قدمنا على هذا الشكل، هذا درت معاه شليده بمطيشه وبصله وبسباس، وهذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا. كيجي رائع البنات، وهذه الوصفه كتجي جد جد لذيذه 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 بزاف. كنتمنىكم تجربوه وتردوا عليا الاخبار، تخلوا لي كومونتير زوينين. شكرا لكم، وسمحوا لي الا شهيتكم. كنقول لكم نعطيكم الصحه وشكرا لكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك، وما تبخلوش عليا بتعاليق زوينه. كنشكركم وكنقول لكم كنبغيكم بزاف، وسمحوا لي بزاف، وبصحتكم وراحتكم الا جربتوه وعجبكم. وهذه الشليده ديالنا كتجي على هذا الشكل رائعه، كيجي رائع رائع البنات. هذه الوصفه بنينه، وشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.